انت طب نسجل هنا. طيب طب هنا هنا تمام. طبعا عشان سيادة المستشار ينزل عن اذنكم. بس انا ناخد من الله. سوري بس انا اخد تصريحات. بقول لك انت قاضي في حضرتك يا باشا. بس على الحكم الفضل. الصوت الصوت. لا لا يلا باشا ولا يا انا جبت هم كان صديق 5 مليون جبت لهم 10 مليون كاش. بعد اذن يا استاذ لو سمحت عرضتهم قدام المحكمه. هم مش عايزين يا استاذ لو فاضل لو سمحت. يا استاذ لو فاضل خلينا نتكلم. عايزك يا استاذ ما تقوليش لو ما تقوليش استنى. انا بحظر انا بشوف شغلي ما تقوليش استنى. لا قدر الله خلاص ما تقوليش استنى يا استاذ. فريق الجزائر اللي هو جه لو حصل اي حاجه بحذر تاني من كارثه. ليه؟ لان احنا الفريق بتاعك انت اشتريت لعيبه عشان تدعم بيها فريقك. تمام؟ اديني يا استاذ اديني بيه لو سمحت. اديني بيه لو سمحت. يا جماعه لو سمحت ممكن ننزل؟ انت بتعشي يا جدع. هو واقف يا استاذ لو سمحت. يا ريس استاذ مرتضى سلم اتقفل يا ريس. اتفضل ازاي وسع حضرتك. لا مش مشكلة. احنا لايف يا جماعة. احنا لايف. بص يا حبيبي انا النهارده خرجت الدكتورة 100 دعوة. لو انت ما يبان قدام مصر. يا استاذ بعد اذنك يا استاذ بعد اذنك معلش احنا هوا يا استاذ. احنا هوا بعد اذنك. يلا يا استاذ بعد اذنك بعد اذنك يا بشوات بعد اذنك يا استاذ. ما كم طلعوا يعني من قوم يا اساتذه يا اساتذه يا اساتذه يا يلا يا اساتذه يلا يا باشا اتفضل. يلا يا باشا يا استاذ انا عايزك الطريق لو سمحت. يا استاذه يا معلم مش فاضي. عايز يا اساتذه الطريق يا اساتذه في يا اساتذه. صوروا تحت والله والله احنا مش مقدرين على التصوير. صوروا والله العظيم يا استاذ. يلا يا باشا ما تدقش. طيب ما تدقش. يلا يا باشا بعد اذنك. يلا يا باشا بعد اذنك. يلا يا باشا يلا يا باشا يلا يا باشا يلا 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 فجرت مفاجأة بإن المحامي أحمد عبد الوهاب هو الذي استخرج الرخصة اللي كان واقف. أيوه أنا عايز أعرف النقطة دي مهمة جدا. فلوس كلها وطلع الرخصة بتاع النادي وعمل بيان أنا بعته لكم مكتوب فيه إن الزمالك سدد كل المديون. تمام. القصة يا جماعة مش مديونات. كان دافع أمير 5 مليون جنيه وهو حصل لا لا وبعد كده 7 و8 تمام. ما الحصول على رخصة دورة 10 مليون جنيه. أيوه يا ابني تمام. بيتكلم معايا كاش كاش 4 تمام تمام. فاهم القصة؟ لا فلوس ولا بواحد. ويوم اتحاد الكرة في كنت بوفر الشيكات اللي هي كان معترف فيها وانت وفرت البنك وكتبت الشيك والحساب الشيك. تمام. المهم يعني تمام. القصة يا جماعة لا مديونية ولا حاجة. القصة تصفيه حسابات. وانا قلت في اتحاد الكورة وكلكم شفتوا. انا كنت موجود. لا صفي حسابات معايا انا. ده رجع بالنادي. انا بحذر من غضبة الجماهير. يوم الجمعة يوم الجمعة حضرتك على ما حق تاني اهو رسالة الجماهير. الدولة دي دولة محترمة فيها اجهزة محترمة. هو ليه انا قلت ان الجلسة مش النهاردة دي بكرة؟ عشان ما حدش من الجماهير يجي. يقول لك مرتضى مستقبل الجماهير وجاب الجماهير ويلعبوا. انت حاول تهدي الدنيا. بالظبط. الفيديو اللي انا عامله امبارح ان انا الجلسة يوم الخميس مش يوم الاربعاء. ليه؟ عشان خايف على البلد. هم مش خايفين على البلد. هم مش خايفين. حازم امام فين؟ فرنسا. طيب جمال علام جمال علام في المغرب. وليد عطار فرنسا. يا جماعه مش كده. فدلوقتي القصه مش عشان البعض الاخوه اللي بقول لك الاتحاد يا باشا في ازمه ماليه. امال السفريات دي شايفينها ازاي؟ مش هي دي القضيه. مش طب هو تم تاجيل القضيه لحد اللي جاي؟ توصيل فيديو حضرتك كنت فيه في الاتحاد. كان يعني كان الغرض منه ان انت تثبت وتكشف كل ان الموضوع تعمل. ان القصه مش مديونيه. ده انا طلعت لهم كمان شيك الحساب الشخصي. قال لك يعني مش عايزين كمان المديونيه. نعم.
يعني ده لو في مديونيه كمان مش عايزين. هو القصه كلها. طب رد حضرتك على كلامهم هم كم يعني كدفاع هو انت من يومها ردوا على اي حد في اي بيان؟ لا انا بسالك من ساعه ما نزل الفيديو حد في مراد قال لنا 10 ايام حد في مراد قال لا ده انت عليك ده انت مالكش وبعدين ما فيش بند يا جماعه في اللائحه بتقول لو انت عليك مليار اول الخطيط بتاعك وبعدين انت فتح لي السيستم ازاي عشان انا سجلت في الميعاد تمام لازم تحكي يا سياده المستشار حدثت النهارده عن الرخصه او ان مفيش الناس مبروك عليك بعد نص شهر كلمه اخيره توجهها لجهات الدوله اللي هم بيقولوا ان المستشار مروان منصور رحت الاتحاد لما الاخوه بتوع الماليه رفضوا قال لك مش عايزين يعيدوه تمام انا عايز اعرف اديني اطلع كده شويه اقول سبب لان موضوع المديونيه ده فيلم وهمي واللائحه ما بتمنعش انك تأيد تمام وبعدين هل ممكن نركض في اي وقت؟ انا وريت للمحكمه اللي فيه لعيبه اتسجلت يوم 31 سواء اغسطس المرحله الاولى او يناير ومع ذلك تم نقضهم في 5 سبتمبر لان الكد ده التسجيل دي مسؤوليتي تمام الكد مسؤوليتي تمام مع المستشار وجهه نظر حضرتك برؤيتك القانونيه بقرار القاضي اللي اجلها ليوم الاحد شايف القرار هيكون بعد انت استبعدت اتحاد الكوره من الدعوه لا ما انا استبعدت اتحاد الكوره من الدعوه عشان ما يروحوش الفيفا الفيفا بيقول لك ده رفع قضيه ما ده هنا في المحاكم طيب بص لحظه اذا لم يستجب اتحاد الكوره ويعيد اللعيبه هتطلع ومفيش حكم يعني لا قدر هتطلع الفيفا بس انا متاكد لو طلعت الفيفا اتحاد الكوره هيتحل يعني بقول لك هقول من دلوقتي أيوة. النشاط الرياضي هتقف ليه؟ لانك انت عندك لعيبه محترفه بدون اي مبرر قانوني يقول لي النص ما القاضي يساله النص ايه ده؟ استندت لايه؟ أيوة. مديونيه عامل بدون عليا دي اللي هي كلها كذب ما توقفش القيد خالص وبعدين لما انا عليا مديونيه واقف القيد فتحت لي السيستم ليه؟ اسجل انا سجلت في المعاد اللي بيقول لك بقى طب هو اتاخر ليه؟ في التسجيل واضحه جدا انت عندك فترتين فتره في شهر اغسطس وعندك شهر فتره في يناير اغسطس بيبدا من 1 اغسطس لغايه يوم 31 تمام؟ كنت موجود قبل الساعه 11 لا ثانيه واحده الفتره دي من الاولى انت مالكش حجه تروح تأيد ليه؟ لان اللعيبه خلاص الموسم خلص انتهى واي نادي بقى بيقول لك عايز اللاعب اتفضل خد ازاي؟ كان يتسجل كام يوم ثالث يوم في تفعيل كل الثاني ده بقى اللي هو من 31 يناير كل نادي احنا اشترينا منه لاعب قعدوا عنده لغايه ما يبص دمه لغايه اخر ثانيه ودي على كده ان شبانه جاب جون في الماتش اللي قبليها يوم مش هسيب لاعب بتاع الا اخر يوم بيقول لك احنا ما بنتحرش اللعيبه هي انديتها اللي بعتت استلمات اخر يوم طيب الازمه قلت بدات من رفضك لقرار اللي هو بتاع كهربا لا انت قلت في جوه في لا هو بدات كهربا هارب تمام قرار من فيزا موقوف تمام اتحاد الكره ده له ورقه قال له العب تمام خلاص تمام. انا عندي 3 لعيبه مش موقوفين تمام قال لك لا احنا وقفناهم دول يعني موقوف رسمي من المحكمه الرياضيه الدوليه ادوا له جواب يلعب واللي مش موقوفين محترمين الثلاثه واقفينهم نفسي اعرف حضرتك واقفهم ليه لي سنه ده رقم واحد فانا لما اعترضت امتى أيوة. لما كهرباء عمل الحاجه اللي سياسه فعلا كمان فانا فوقت ان انا هم حولها لجنه انضباط فانا بكل ادب واحترام والانسان اللي هناك في الانضباط عن المستشار المحترم حضرتك رئيس اللجنه الدوليه في النادي ما ينفعش ان حضرتك تحكم انت في مكان عالي جدا جدا لانك لو حكمت ضد كهرباء الاهلاويه هيشتم منك لو حكمت لصالح كهرباء زملكاويه ما ينفعش ليه بقى؟ لان المحكمه الاداريه العليا هنا فوق اخر المحكمه
لك لا يجوز الهيئه الرياضيه رئاسه الاربعه الاتحاد اللجنه الاولمبيه النادي هيئه من دول حقق مع هيئه بالتالي تمام مين اللي حقق مين اللي يفصل عنده شهر كلمه كده عايز اوجهها لجماهير مصر بقى بصفه عامه جماهير مصر ان شاء الله خير ولعبتنا بتوقع لوحدها سيادة المستشار ايه الاضرار؟ لحظه يا جماعه نحترم بعض اتفضل يا مستشار هو حسام عبد المهير احسن دفاع في مصر شوف الهوا يقع هو زيد كل شويه يقع ايه القصه بقى؟ فهمه بقى هو ثانيه واحده اتفضل يا عبد الشافي بتاع الماتش اللي قبليه لا طبعا الله يحفظك مستوى اوعى تقول لي مستوى مين نور السبب يا سيادة بس الناس هتفهم هو احنا اسال يا عصام الحضري يقول لي عصام الحضري سوريا راح سوريا ايه سوريا راح لك شغال الراجل كلمه تطمن بيها جماهير لا اديني بسمعني بس كل الانديه اللي عملت فرقها تمام لعيبه كده تمام انا دعمت ثلاثه اللي كنت شغاله في الدفاع احمد الحاج احمد الحاج مكان مهاجم ناصر تمام انت حرجين منهم ليه؟